السلام عليكم، ازيكم يا حبايبنا، حبايبنا جميعا على اليوتيوب، وحبايب الفراشه، انتوا حبايب الفراشه والفراشه حبيبتكم وبتحبوني. انا طالبه منكم حاجه بسيطه بس، ادعوا لها بالشفاء العاجل، ادعوا لها بنتي الوحيده، ادعوا لها بالله عليكم يا حبايبي، ادعوا لها بنتي الوحيده وكانت نفسها تفرح بالقناه، ما فرحتش بيها ونايمه نايمه خالص. انتوا حبايبها، انا عارفه ان انتوا حبايبها كلكم، محدش بيكرهها وهي ما بتكرهش حد. ادعوا لها بالشفاء العاجل، ادعوا لها بالله عليكم، تدعوا لها يا حبايبي بالله عليكم. حبايبي على اليوتيوب، انا عارفه ان انتوا بتحبوني وبتحبوا الفراشه، امانة عليكم تدعوا لها، ادعوا لها كتير، ادعوا لها كتير بالشفاء، ادعوا لها كتير، حرقة قلبي والله. قولوا يا رب ارحمنا يا رب، واشفيها، اشفي الفراشة، وترجع لكم على اليوتيوب بالسلامة يا رب. انتوا حبايبها وهي بتحبكم، ادعوا لها، هي بنتي الوحيدة والله وربنا معاها، هي كانت نفسها تفرح بالقناة. نقول يا رب ادعوا لها جميعا، ادعوا لها بالشفاء العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.